هيك هذا فم شعري. هذه هي فم شعري. ايه اوكي ده كيف صارت مروه ترى ما كسر الموال ما عم ينزلوا بدي شكدا عاد تخيلي كيف ماما. طبعا انا اول شيء ما كنت توقعت من زي كذا لان ايش ماما قالت تاخذوا الشنط فانا اخذت الشنط حسبت مره جايبت لنا مدرسه ندرس ما ادري وشو الاختبار الحين قد جد شعري الحين ترى اول مره اشوفها مره والله حلو تحمس مره هنا مره شك اكسر الجوال مره بكي الشعر راح يكون اطول من شعري واو وصل نص جسمه هو اطول مني يب تتوهم بالله في شعره من الواحد اي في هذيك البنت اللي ما مرتنا شعرها ما شاء الله اطول من حياتها وطبعا دام جود مسوي شعره بسقة سنتين انا بذاكر الاختبار بكره لغتي عجلتها أسئلة قصة قراها كاملة عجبتها والله أشوف القناة ذاكر ذي طيب بك عليها شو اسمها سهل سهل صح سهل بساطة حبيبتي كم قصة قراها طيب لونك مفضل طبعا انا بعد احب اللون الازرق لما مره تحبه مروه ايش تقرب لك مره تقرب ها ايش طيب هي انا توقعتها خالتك لا ما صورتي مره كانها كثير. خالتك والله اي كثير يقولون كذا والله فيها حنيه الخاله حنيه الام لو سمحتي كمان مو مشكله خاله ام مستعدين تشوفون شكل النهائي واحد اثنين ثلاثة وي اوكي علامة صفر اوكي واحد اثنين ثلاثة تدا شكل بالله مو حلو انا محليته طبعا انا محليته والله عجبني مرة المهم مرة 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 عجبني مرة حلو 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 لما يدري انا اموت على الجزيرات اللي تجي زي كذا ف يب 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 ترى مره قلبي يدق في شيء صار اليوم موجود مره متحمس ايش توقعين؟ ايش مره دخلت لنا بالجروب وتهبلنا يعني شيء صراحه مره حلو لان انت تحبين هذا الشيء بدي اضحك اصلا ما ادري ايش اسوي ايش توقعين؟ ما ادري والله طيب خليني اقلب لك انا بابا راح تبعيد في احد تحبينه باليوتيوب تحبينه مره ايوه شاف فيديو بحسابك ايه وحطه بالستوري حقه ايه انه واو مدري ايش كذا ايه بعدين تخيلوا سوا ايه سوا لك فولو تابعك مين تتوقعين أحد باليوتيوب مرة تحبينه مين؟ أحد يدود دارتي مرة انبسطت يوم قابلتي وغنيت وسوى أبى أقرب لك الحين تبين مرة ومرة مرة واضح غنيت أغنيتها أنت والجروب مع بعض أصالة صح أحا قلت قسم قولي قسم قسم والله قسم سويت لك قسم يا بعالم تاني من ترب الفرحة بالعالي يا مسهرنا ليالي بقلوبنا أماني إن شاء الله تتحقق لنا إحنا سوا بعالم تاني من ترب الفرحة بالعالي هاي بشوف شكلي بشوف شكلي طبعا قلبي. هذه هي عنودي قلبي مروه كيف نغطي مروه اوكي عادي مروه تحط تخبيش
اوكي شو تحط؟ تغبيش. شو تحط؟ تغبيش. خلاص دخلتي في وجهي. شنو رايكم؟ طبعا باقي طبعا هو اطول من شعري ف اوكي. طبعا الحين قلت صار عن نودي. لا شعري قصينا شعر عن نودي. واو مره كثير لان انا شعري قصير اساسا. اوكي شوفوا هذا شعر عن نودي. لصق فيني يا مروه. لصق في عن نودي. طبعا شوفوا اول شيء بقول لكم هذا الفرق، هذا شعري هذا شعر عن نودي. فوش يفوز، ازرق ولا بامبي؟ اكيد ويو هذا اللي شوفوا صاروا الحياة ويو. كانت أقول لك خبر مش حلو بالنسبة لي، ما زي إذا حلو بالنسبة لي خايس بالنسبة لك. أنا ود أقول لك خبر يمكن يكون خايس بالنسبة لك أو حلو أو مفاجئ أو اختفش. شوفي في مشهورة أنا يعني أحبها مرة محشكها قصر شو على هنا. اسكتي اسانا ستي اسانا ستي فورا انا لسه. طيب وصلنا مرة بسرعة ما شاء الله. العين مرة فتحتها شلون؟ مرة شكرا لدعمكم، دعمكم يا أسطوري، دعمكم دخلنا الثانية نص مليون. واو بتوصل قناتنا حقت مروة عبد العزيز 2 مليونين اليوم. مروة اليوم مفاجآت كثيرة. وصلنا اللوكيشن هذا اليوم الثاني. يب طبعا الحين صرت جلسة. يب بداية الجلسة راح تبدأ بعدين أنا بعدين كذا في النهاية الأخيرة. أوكي يلا أنا بعوز صرت اسمها نهتف بشوق.
الشوق حب المكان هدوم فوق مروة عزك يا الغلا تكمل عليك 5 سنوات 5 متر والمحلى سوا الفرحة تملى القلب بالحب ارتوى واللي بكرة استنى طبعا للي ما يعرف جود مرة مدون مروة حققتها من يدها حقت الشعر وأيضا لقيناها ابدا كنت ابي اشتري جهاز جديد فمروه جابت لي اساسا انا بدي اجيب لي بس عادي يا لولا حقت مروه هي حقتي عادي انا مره مره فكملنا 5 سنين وصلنا استقيل بحسابي فمره مره صدمت ما جيتني خنقة شلون هي؟ طبعا مروة جايبة شنطة جزء على بالها مروة جايبت لها ملابس ميك اب جوا فجد ما توقع فمروة كانت حاطة فيها الايباد والجوال كنت ستصير والله انا والله مرة فخورة بالعدد اللي انا وصلت له وكملت 5 سنين مع مروة عدد كبير بحسابي اني تحاتي تحققت انك امي تحققت بحياتي فانا مره ما اعرف شو اقول اتمنى انك تكلمين عني تحبه